السلام عليكم. السلام، هلا والله. هلا. أهلين، شلونك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. شوفي أنا يعني بقول لك بصراحة، الشيء هذا اللي صار يعني أول مرة يصير معاي ترى. شنو يعني تقصد إنه لما واحدة تدق عليك وتقول لك بشوفك وتشذي بمكان عام؟ بالضبط، يعني ما أدري، هذا شيء غريب. بعدين هذه سوالف يا هالي، يعني حتى مو سوالفي. أنا هند وأنت خالد جاسم محمود، عدل؟ إيه بلا عدل، بس إيش عرفك فين؟ أنا عارفك عدل، أنا صديقة زوجتك هدى. أقول عاد أنت، هي شنو صديقة زوجتك؟ خلصي أنت، إيش تبين؟ إيش فيك كذي خفت؟ لهالدرجة تخرعك؟ أقول عاد، إيش تبين أنت؟ خلصيني. لا تخاف، أنا زوجتك ترى كلنا صديقات. شنو أنتوا صديقات وأنا أعرف زوجتك؟ بعدين شلون تعرفينها وأنا أصلاً وأنا عمري شفتك؟ بسم الله، إيش فيك كذي خفت؟ ترى ما راح آكلك، إيش فيك؟ شوفي، الظاهر أنت سخيفة وما عندك سالفة. بس أنا بعطيك 5 دقايق، يا تقولي اللي عندك يا بهدك وبمشي. 5 دقايق بس؟ يا بخيل. لا ما عندي سالفة صدق، وأنا غلطان يا هيك أصلاً. يلا. بلغي عنها.